محبة وسرور، نحييكم بأجمل تحية مسائية على أرضية هذا الميدان، فمرحبا بجميع الجميع هنا بهذه الانطلاقات بهذه التحديات الجميلة. هنا نسير معكم مع سابع أشواطنا وشوطنا السابع الخاص بانطلاقة هنا لإذاعة القعدان المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل، بعد أن تابعنا الذهاب بالأربعة الأشواط وأيضا ثلاث الشوطين من المحليات والمهجنات الإبكار، نتابع هذا الشوط. فقط نذكركم وننوه بأن التتويج سوف يكون بعد نهاية شوطنا الثامن، سوف يكون التتويج للفائزين برموز هذه الأمسية. نسير هنا نتابع شايم سالم بن محمد بن عبيد المسافري من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني ذيب عمر بن خميس بن فري بن حريز من يأتينا على المركز الثاني. أما ثالث مراكزنا المنطلق بهذه الانطلاق والأداء الجميل هنا في تحديات هذا الشوط وانطلاقاته، يأتينا البيرق هنا المبارك بن حمد العود العامري على ثالث مراكزنا، بينما المركز الرابع والمنطلق من الجانب الآخر مشاهدينا الكرام يأتينا بهذه الانطلاقة هنا الأسد متعب بن حمد بن متعب المنقاس المري، وبينما الوصول من العابر لحميد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي من يأتي بهذا الانطلاق والأداء الجميل، الوصول هنا أيضا شعار بن نهيان مع مخباط المنطلقة أو هنا نعم مخباط لعتيق بسيب الحاضر العميمي، نعم الشعارات يتشابهان هنا بهذا الانطلاق. وصل هنا شعار الكاس الشوط الأول الرئيسي هنا مع الريان حمدان بن سعيد بن يابر بن عبد الله المنطلق بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. من الجانب الآخر هناك الانطلاقة على ثامن المراكز ومشكور سالم بن سعيد بن متعب العفاري المنطلقة هنا على المركز الثامن، نتأخر وناخذ المركز التاسع. المركز التاسع والمنطلق مشاهدينا الكرام على تاسع المراكز المركز التاسع غيار محمد بن عبد بن فايل الزرعي من يقدم لنا غيار هنا على المركز التاسع، عاشر مراكزنا والمنطلق مشاهدينا الكرام شعار بن قبضة من يأتينا هنا مع قزاز فالح بن عبد الرحمن بن سلطان بن قبضة القحطاني من يأتينا هنا على المركز. إذن العاشر هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى، وأول ندى للمراكز العشرة الأولى المنطلقة الباحثة عن الفوز والباحثة عن الناموس. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى شعار من فارس الدرعي المنطلق مع هنا بانطلاقة وتحدياته على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا يأتينا العابر الحميد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي من ينطلق على المركز الاول، بينما المركز الثاني مخباط العتيق بن سيف بن حاضر العميمي من يقدم لنا مخباط هنا على المركز الثاني. ثالث مراكزنا الريان هنا حمدان بن سعيد بن نيابر من ينطلق على المركز الثالث، ورابع مراكزنا المركز الرابع، ويأتينا شايم سالم بن محمد بن عبيد بن إبراهيم المسافري المنطلق هنا على المركز الرابع. خامس مراكزنا البيرق يأتينا على المركز الخامس بانطلاقة مبارك بن حمد بن عود العامري من يقدم لنا البيرق هنا بهذا الانطلاق والأداء. خامسا سادس المراكز مشكور سالم بن سعيد بن متعب العفاري من يقدم على المركز
المركز السادس سابع المراكز شعار المجازف ياتينا هنا صاحبي بندقيتي ايضا القعدان المفتوح مع ايضا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ويقدم لنا العابر في هذا الشوط هنا بانطلاقته وتحدياته الجميلة. المركز الثامن المركز الثامن والقادم على ثامن المراكز في هذه اللحظات القادم والمتسلل من الجانب الآخر هنا يأتينا غيار محمد بن عبد بن فايل الزرعي ووصل بالنبضة مع هنا قزاز فالح بن عبد الرحمن بن سلطان بن قبضه القحطاني من يقدم بهذا الانطلاق والأداء الجميل. الله أهي الأسماء المنطلقة عاشر مراكزنا هنا والقادم في هذه اللحظات على عاشر المراكز هنا يأتينا جساس عوض بن عبيد بن حمد هنا لهيبي أو عوض بن عبيد بن حمد لهيبي المنطلق بهذا الانطلاق والأداء. ها هي النتيجة للمراكز الأولى نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى صدورة هذا الشوط هنا بن فارس المسيطر على المقدمة على الصدارة مع العابر عابر على المقدمة عابر على المركز الأول وصدارة الشوط حميد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي ومخباط يحاول مخباط على المركز الثاني عتيق بن سيف بن حاضر العميمي ومحمد يقدم لنا مخباط على ثاني المراكز والمركز الثالث يأتينا الرجان لحمدان بن سعيد بن يابر من ينطلق هنا على المركز الثالث والمركز الرابع المركز الرابع شعار بن زيتون والمنطلق مع العابر هنا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وقزاز قزاز 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 يقز المراكز من مركز الى مركز قزاز هنا مع الكيل الاخير الله 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 هنا بالانطلاق بالاداء المميز الجميل غير 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 على الصدارة الريان من ينطلق على المقدمة ريان على الصدارة ريان على المركز الاول هنا حمدان بن سعيد بن يابر المركز الثاني العابر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثالث مخباط هنا محمد عتيق بن سيف بن حاضر المزروعي وقزاز القاء والمزروعي قزاز فالح بن عبد الرحمن بن سلطان بن قبضه القحطاني ياتينا على المركز الرابع ولكن المعركه مع ريان على الصداره ومع ايضا العابر ريان والعابر وهنا الله رجان الله عابر العابر العابر يعبر الى الصداره يعبر الى المقدمه يعبر الى الفوز والى الناموس بعد ان عبر بالبندقيه الى اهالي منازف في هذه الامسيه الجميلة ها هو العابر يعبر بالفوز وبالناموس مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري سلام منازف سلام سلام لأبو سعيد سلام على هذا الأداء المميز الجميل العابر ولحظتي هنا مروره امام المنصه الرئيسيه والحزام الاخضر معلن الفوز والناموس تهانينا ريان في المركز الثاني هنا لحمدان بن سعيد بن جابر ياتينا مخباط هنا لعتيق بن سيف بن حاضر المزروعي وقزاز فالح بن عبد الرحمن بن سلطان بن قبضه القحطاني المركز الخامس المركز الخامس وصل قساس عوض بن عبيد بن عبيد بن حمد اللوهيبي نعود مشاهدينا الكرام بهذا الانطلاق وبهذا الاداء الجميل نعود الى التوقيت الزمني مع العابر نعود مع العابر هنا وانطلاقته وتحدياته الجميله ولحظه الوصول هنا التوقيت الزمني بهذا الانطلاق 9 دقائق 5 ثواني و6 من الاجزاء من الثانيه تهانينا وناموس لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام وصل هنا بالانطلاق ريان حمدان بن سعيد بن جابر قاطعا المسافه بفتره زمنيه مقدارها 9 دقائق هنا ايضا 8 ثواني جزئين من الثانية ومخباط العتيق بن سيف بن حاضر العميمي من أتانا على ثالثي المراكز بمحمد بهذا الانطلاق والأداء قاطعا المسافة فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 9 ثواني و9 من الأجزاء من الثانية تهانينا وناموس تهانينا لجميع الفائزين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحدي